عاقل في الدار البيضاء ما كاين والو، كنتسنى ساعتين ساعة ونص وكنرجع في حالتي بلا ما نمشي للخدمة. ودابا شفت واحد الفيديو في الفيسبوك، انا قال لك حتى 2020 نحن نتسناو ما نخدمو ما نمشيو حتى بلاصة حتى 2020 عاد باش نبداو نمشيو في الطوبيس ولا حتى الطاكسيات ما كاينينش. دابا الطاكسي كتقول لي شي حاجة كيقول لك غادي الكارج علال ولا غادي ما لا، الطوبيس ما كاينش، تبقى واقف تتعطل على الخدمة، تتمشيش في الوقت، يعني ترونسبور ما كاينش في المغرب، كتبقى واقف مشجر يعني تتعطل على الخدمة شحال من حاجة بزاف. حتى كان عندك شي غارات خاصك تمشي، خاصك تبقى واقف، دوز عليك كاع ديك الشمس كاملة والو. وخويا كي باقي الأزمة، كاين الأزمة ان غران بروبليم في كازابلانكا، جامي ريزولو المشكل ديال الترونسبور دائما، صافي لونتون ميم لو ترامينو ان ريان ريزولو، حيت كازا سيت اون في ايكونوميك toujours le même problème. Tu penses qu'il y a des problèmes? Il y a des problèmes vraiment avec le transport parce que chaque jour, il y a les bus qui tombent en panne. Il y a les non-respect du règlement intérieur pour les bus et tout. Et je pense que si ils pouvaient augmenter le nombre de bus, ça serait vraiment formidable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire parce que ça, c'est un problème quotidien. بالنسبة للترونسبور مدينة الدار البيضاء تيراه مشاكل كثيرة، ما الناس تيبقاو يتسناو في المواقف ديال الحافلات وتيعانيو، وكاين الطوبيس اللي تيجي ما تيوقفش، تيلحق وتيتم غادي، ما تيتسوق حتى واحد. الترونسبور ديال كازا شوية قاصح فهمتي، لأن علاش خدم مع دري صحابي تيعانيو من هادشي بزاف، وبالاخص ملي تيكون الرجاء والوداد، يعني العذاب الاليم الناس تيعانيو من هادشي، وتيبقاو مثلا حتى 10 تيدرو الوقت بما يفوت الماتش ديال الرجاء والوداد. هذا هو اللي تيوقع، هادشي اللي كاين. اخويا حنا مكرفسين بزاف هنا بقبل الترونسبور اللي كاين في كازا، خصوصا الترونسبور اللي كاين حاليا في كازا مكرفس بزاف. الا دورتي على عينيك وتشوف الطوبيس ما تلقاش شي طوبيس مقاد، نقولها لك ديرك ما كاينش شي طوبيس مقاد. ونتمنى اخويا تدخل واحد الشركه هي اللي كاينه في اكادير وكاينه في مراكش، شركه مزيانه، نتمنى تدخل حتى هي لكازا، والى دخلات راه تزيد واحد القفزه نوعيه بالنسبه للنقل المدني هنا في المدينه. وشكرا.